سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. صباحكم بربحكم، هاد الصبيحه على بركه الله. حندير معكم عندي طلبيه حنبارطاجيها معكم. حندير معكم مخبز بنواد كوكو، الطريقه الناجحه 100%. بزاف المخبز تاع نواد كوكو ما ينجح لهمش. الوغ البنات درت معكم مخبز تاع اللوز، مخبز تاع الكاوكاو اللي نجحوا فيه بزاف متتبعات. اليوم حندير لكم مخبز تاع نواد كوكو. يلا تبعوا الوصفه، جد سهله الطريقه، تبعوا الخطوات فقط اكيد تنجحوا فيها. واش عندنا البنات؟ عندنا 3 كيلات نواد كوكو، 3 كيلات نواد كوكو بيان بومبي. ضروري البنات نخيروا النوعيه الجيده تاع نواد كوكو. واش معناتها النوعيه الجيده تاع نواد كوكو؟ يكون رقيق ما يكونش خشين، اون بلوس لونه مصفر. اون بلوس كي نواسو هكذا البنات، شوفوا كي نروحو نشرو ونواسو هكذا، نصيبو الزيت بين صبعتينا. ان شاء الله واضحه المعلومه. نقولوا للوصفه تاعنا، عندي 3 كيلات نواد كوكو بيان بومبي، يعني نقول بيان بومبي معمرين مليح. عندي كيله غير صباع سكر المائدة، كيلة غير صباع سكر المائدة. هذا ولا ما درتوش تريمولين، انا حندير تريمولين. درت كيلة غير زوج صباعتين، يعني فوق نص كيلة شوية، نزيد لها مغرفة التريمولين. تريمولين كمادة حافظة، اون بلوس يزيد لنا في التعسال تاع المخبز، وتسهل لنا العملية، ما نطولوش معاه. عندي الفارينة، عندي عصير ليمونة، عندي مبشور ليمون، عندي لافاني، عندي 3 صفار بيض، 3 صفار بيض، والبيض 2 او 3 حسب مازال ما تباش، وباك تفهموا. ضروري البنات عندي الاشواغ، يعني نقول الاشواغ ولا هذيك الحيوه اللي نرحوا فيها لي زيبيس، باسكو الروبو ما يرحلناش نواد كوكو. ان شاء الله راهو واضح. الخطوات لازم نتبعوهم باش ينجح لنا مخبز تاع نواد كوكو. حاجه الخطوه الاولى انه نرحيو نواد كوكو تاعي في الاشواغ، ولا هذيك الحيوه تاع لي زيبيس، نرحوه حتى يولي على شكل غبره. شوفوا الكيله تاعي راهي بيان بومبي. بسم الله نرحيه، الكيله تاعي راهي كبيره. ثم تحبوا تنقصوا المقادير، تحبوا تضعفوا. هاد الاشواغ بزاف شباب، شيتو عند كلوب ميناج بازيطا، يرحي مليح، والبخي تاعو الله يبارك وقدات 180 ولا 185 فيه لي فيتاس. يلا البنات نروحوا مع بعض نوادكم. فوالا انا بديت نرحي نواد كوكو. شوفوا القوام البنات، شوفوا ولا غبره على شكل غبرة. شوفوا قلت لكم اباغ عفوا اباغ الاشواغ ولا تاع لي زيبيس هي اللي ترحي لنا نواد كوكو هكذايا. فوالا شوفوا نواد كوكو النوعيه الجيده. نكمل نرحي نواد كوكو تاعي ونولي لكم. انا كملت رحيت نواد كوكو تاعي، فوالا مازال ما بديناش الوصفه ومازال ما كيناش. واش ندير دوكا البنات؟ بعد ما رحيت نواد كوكو دوكا حنزيد نرحي السكر، سكر المائده. انا رحيتو راهو سكر المائده مصير، وحنزيد نرحيه. فوالا انا كملت رحيت السكر تاعي. هنا تعرفوا بلي اشواغ الله يبارك، فوالا يرحي مليح. نعاود نرجع السكر لمكانو، علاش رحينا السكر؟ باش يتعسلنا مليح المخبز. دوكا البنات نعاود نكيل، علاش قلت لكم نديرو الكيله بيان بومبي؟ باسكو كي نرحيو نواد كوكو يجينا تنقص الكميه. فوالا نحكمو ريسيبيون شويه كبير، هذه الكيله الاولى. نزيد نعمر الكيله الثانيه باش يجينا الكيل سوا سوا. شوفوا الكيله الثانيه، ونزيد الكيله الثالثه.
هادو هما 3 كيلات نوات كوكو مرحيين، نزيد كيلة غير زوج صباعتين سكر المائدة من بعد ما رحيتو. هذا ولا درنا تريمولين ولا ما درناش تريمولين، نسو كيلة غير صباع. نزيد البنات في كل كيلة نوات كوكو ديال مغرفة بيان بومبي فارينة. شوفوا واحد اثنين ثلاثة، أنا ندير لكم الطريقة بالتفصيل. نزيد في كل كيلة البنات لافاني، مغرفة صغيرة لافاني بيان بومبي، اثنين ثلاثة. ألوغ 3 كيلات نوات كوكو مرحيين، كيلة غير زوج صباعتين سكر، مغرفة كبيرة فارينة في كل كيلة، مغرفة صغيرة لافاني في كل كيلة. نزيدو البنات مخبز نوات كوكو يحب القرص، حندير مبشور الليمون. شوفوا مغرفة في كل كيلة، فوالا يحب المبشور الليمون. حنزيد البنات عصير ليمونه كبيره، الا كانت ليمونه صغيره نديرو زوج، فوالا. وهنا نضيف التريمولين. التريمولين درت لكم فيديو مفصل في المغرفه، هذا هو التريمولين. حندير شوفوا نص مغرفه تريمولين باسكو الكيله تاعي كبيره. فوالا هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه باش ما ياكلناش بزاف البيض، ما يخليكمش بلي نوات كوكو يشرب بزاف، وكي نبداو نلمو فيه نتوما تقولوا خلاص راهو خلاص يكفي البيض، راهي لاباط شابه، مي هو شاك فوا ينشف شاك فوا ينشف، باش ما ياكلناش بزاف البيض. لو كان ما توصلوش هذه الخطوه اللي حنواسيها معاكم، صدقوني هذه الكميه تاكلكم واحد 18 ولا 20 حبه بيض. الو نخلط جميع المكونات، فوالا نخبز نوات كوكو ما يباتش، فوالا شغل جوست نلموه نعجنوه شويه، نخلوه نص ساعه ونشكلوه ونطيبوه مباشره. الخطوه اللي ما تاكلناش البيض نعاودوا البنات نعاودوا نرحوا كلش في الاشواغ، فهمتوني البنات؟ باش ما ياكلكمش البيض ضروري تعاودوا ترحوا هاد المكونات كامل في الاشواغ. نعاود نرحي بسم الله. الخطوه الاولى رحيت نوات كوكو، رحيت سكر، ومن بعد عاود كيلت. بعد ما وسيت جميع المكونات اباغ البيض حنزيد نعاود نرحيه. علاش؟ باش ما ياكلناش البيض بزاف. فوالا اني بديت نرحي، نرجع هذا ريسيبيون باش نكون نخدم الاس، نحط كلش في الصحفه تاعي ولا فوالا. شوفوا البنات عاودت رحيت كلش، نكمل الكميه تاعي ونولي لكم. فوالا اني رحيت كامل المكونات البنات، صدقوني ريحه نوات كوكو مبشور الليمون بزاف. شوفوا كاع وترحيت ما كان حتى حاجه معجنه، فوالا بالرغم انه درت ريمولين ودرت عصير الليمونه. هنا في هذه المرحله البنات نبدا، الا عندي 3 صفار بيض، بسم الله ندير 3 صفار بيض ونحاول نبدا اللم. نخلط 3 صفار بيض، هنا 3 بيضات، 3 بيضات كاملين. لا خفتوا البنات بداو ديروا بشويه. شوفوا اني درت زوج بيضات، انا على بالي حيخص تانيك، لكن مرحله مرحله، ما تقيدوش البنات بالكيله تاعي باسكو انا الكيله تاعي كبيره. فوالا لا درتو كاس، ديروا واحد صفار وزوج بيضات وكملوا.
ثلاثة صفار وثلاثة بيضات ومازالهم مخصوصين، نزيد بيضة كاملة. صافي أربع بيضات. تفون وات كوكو ياكل بزاف البيض، نزيد البيضة، راح نزيد نفقس البيضة. فوالا نبقى نضيف هكذا حتى نتحصل على عجينة طرية. فوالا شوفوا البنات الخليط تاعي كيفاش، شوفوا كشاهو الخليط نواه كوكو تاعي هكذا. تقولوا خلاص راهو ما خصوش البيض، مي نو شوفوا راهو يتفتت، ضروري نزيدوا له البيض حبه ولا اثنين. يعني زدت حبه بيض على البنات انو دوكا كفايه. هاد الكيلة البنات رفدت لي 11 حبه بيض كاملين وثلاثه صفار، 11 حبه بيض وثلاثه صفار. دوكا واش نديرو؟ نعجنو هكذا باش تتشكل العجينه ويقعد لنا معسل، سواء بكريمولين ولا بلا كريمولين. فوالا هكذا، علاش قلت لكم نديرو في صحفه ولا ريسيبيون، سينو نديرو فوق طاوله العمل. نعجنو مليح. فوالا انا لميت العجينه تاعي تاع نوات كوكو، نغطيها بكيس بلاستيكي غذائي ونخليها البنات نصف ساعه تريح ونروحو نشكلوها. كيما قلت لكم مقبلات عجينه المخبز تاع نوات كوكو ما تبات ما تريح زوج سوايع ني والو، نص ساعه ونروحو نشكلو. شوفوا البنات عجينه مخبز نوات كوكو عندها اربع كات لي زاستيس. الاولى لازم نوات كوكو يكون ملح، يكون عفوا كي نواسو هكذا نحسو الزيت ويكون اللون تاعو مصفر. حاجه ثانيه ضروري نحيو نوات كوكو وحده في الاشواغ ولا الحيوة تاع لي زيبيس. حاجه ثالثه نعاود كي نواسي السكر ونواسي المواد الاخرى ضروري نعاود نحيه باش ما يكوناش البيض بزاف. البنات شوفوا وجدت السنيوة تاعي بابي كويسون قبل للغسل. دائما هذا الكيس الغذائي الكيس بلاستيكي عندي انا، نروح نديروه على شكل دائري. شوفوا البنات كاين الكبير الصغير، فوالا مويا انا حندير هدايا شويه بيناتهم. فوالا نحكم كميه من العجينه، بسم الله هكذايا. نعاود نغلف العجينه تاعي بكيس بلاستيكي ونحل، نخلي السمك تاعو شويه عالي. فوالا كم طابع تاعي البنات، وندير فوق الكيس بلاستيكي باش تجيني الفورما بومبي. شوفوا البنات كيفاش جات الفورما بومبي. فوالا بنفس الطريقه نحو الكيس البلاستيكي. شوفوا البنات الحبات تاعي راهم واجدين. شوفوا صعوبه في نواة كوكو نرفد الحبه تاعي. كيس بلاستيكي من تحت البنات نسقمها ونحطها في السنيوه بنفس الطريقه. نكمل الحبات تاعي ونولي لكم. شوفوا السمك تاع حبات تاع المخبز تاعي شكل دائري. فوالا الكوشه تاعي راهي تسخن. ندخل المخبز تاع نواة كوكو لمده 9 دقائق الى 10 دقائق فقط، بالك البنات يحمر لكم بزاف.
شوفوا البنات كاش طاب لي المخبز تاعي طري الله يبارك، شوفوا ما حمرتوش من الفوق، شوفوا السمك ديالو مخبز نواة كوكو، نحطو بجانب يبرد نوجدو طليه مع بعض. طليه كالعاده نورمالمون ما نعاودها لكمش، خفيف ظريف البنات. درت 2 كيلو سكر ناعم غربل، هذه الكميه تطلي لنا 42 حبه سواء عرايش او كعكعات او مخبز. على 2 كيلو سكر ناعم غربلته حطيته في ليان كبير، حين زدت فنجال عصير الليمون، زيت فنجال ماء الزهر، كلش مع بعض. نضيف 4 بياض بيض، وكلون القاعده مهما الطليه توسلها اللون نديرو مع الاول ملون ابيض فريكتا. نخلط المكونات فوالا. شوفوا البنات تحصلت على عجينه فوالا، نعجنها شويه كما راكم تشوفوا. هذه هي الطليه تاعي، يعني اللي محال نبدلها، بزاف بنينه وسهله وتبقى مده طويله طريه. هنا البنات نبدا نضيف في المزهر باش تنحنى الطليه تاعي. نبدا نضيف، شوفوا حتى نتحصل على القوام. شوفوا البنات الطليه تاعي راهي بدات تولي جاريه فوالا. هنا نزيد لها 2 كيلو سكر ناعم، ندير 4 مغارف زيت. درت وحده، هذه الثانيه، هذه الثالثه، هذه الرابعه. دور الزيت تاع الزيت هنايا يعطينا هذاك اللمعان ويخلي الطليه تاعي طريه، يعطينا لاكريونس هذيك. شوفوا ونستمر في التخليط هكذايا، شغل نديرو في الخفاف ولا البغرير. الطلية تاعي راهي بزاف شادة روحها. نبدا نضيف الماء الزهر كذلك لكن بكميات قليلة. هذه هي اسهل طريقة تاع الطلية. ايوا البنات هذا هو القوام اللي راني نحبوه في الطليه تاعي. البنات اللي حبيتو تخلوها بيضه خلوها هكذا، اللي حبيتو ديروا الالوان في هذه المرحله الاخيره ديروا كميه من ماء الزهر في فنجان وزيدوا له الكولورون واللون اللي حبيتوه. فوالا هذه هي الطليه تاعي، شوفوا كاش شاده روحها، بسم الله ما شاء الله ناجحه 100%. فوالا نضربها مليح باش يخرجوا دوك الفقاعات، نديرها بلا بوش. تحبوا بلا بوش البنات وريت لكم بلا بوش، تحبوا بالمغرفه وريت لكم بالمغرفه، لكم الاختيار. الطليه في لا بوش فوالا. اي معايا حبيبتي صديقه العمر نبيله، جات تهني لي وليدي اسلام. مرحبا بك نبيله. راهي على المباشر معايا. شوفوا الطليه تاعي هكذايا فلابوش تساعدنا، تقدروا ما عندكمش لابوش ديروا بالمغرفه كيما مالفا ندير معكم بنفس الطريقه. نكمل الحبات تاعي، شوفوا الشكل دائري يجي سهل في الطليه ماشي كيما العرايش والكعكعات. فوالا نحط لابوش، نخبط هكذايا، شوفوا الطليه تحبط بحدها فاسيل. فوالا هذه دنات لي شويه. فوالا البنات شوفوا كيفاش نخلوها تقطر. هذوك اللي طيح لتحت نعاودو نرجعوها للطليه، لا ينشفت لنا مليح نعاودو نزيدو لها المزهر حتى نكملو الحبات تاعي. نوجدو سنيوه ولا عفسه هكذايا كبيره باش نحطو الحبات تاعي تاع المخبز. شوفوا بكل سهوله نرفدوها هكذايا ونحطهم ينشفوا. ايوا البنات مخبز نواه كوكو نشف من الطليه فوالا،
ونقيته كيما ما عرفين نقيو حاجات تاع الطليه. نحكمو المخبز تاعي البنات فوق يدي هكذا. عندي ناكري بلون دوري فوالا، شوفوا ديما صوروا البنات باش تشوفوا عليه. هو تشوفوا اللون ابيض لكن هو دوري. درتو في اون اسيت بي سي بانسو هكذا، خلوه سبيسيالمون هكذا لا ديكوراسيون. شوفوا لا بريونس كيفاش تكون فوق لا دونتيل فوالا. هكذا نخدمو كي تكون عندنا طلبيه. نرفد لا فلور تاعي باقة الورد، ندير كميه من الطليه. انا شطت لي شويه طليه خليتها، ولا نديرو التيلوس. شوفوا البنات دير كميه من الطليه ونحط البوكي دي فلور فوق المخبز تاعي بنوا كوكو. نزيد نديرو في الكيسات. هذه طلبيه عروسه فوالا. شوفوا البنات كاش جاني المخبز ديالي، بسم الله ما شاء الله. شوفوا هنايا تانيك بالجون فوالا. شوفوا باقة الورد بعجينه السكر شحال جات شابه فوق المخبز. صدقوني هذا المخبز طري 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 لدرجه فسدوا لي شغل. كي كنت نقي في الطليه فسدت لي شحال من حبه شغل. كيما يقول لك بوسوا ولا تمسوا، تمسوا برك يتواسى باليدين فوالا. نزيد نخدم معكم حبه البنات. خدموا هكذا كي تكون عندكم طلبيه البنات، خدموا كلش اون ميم طون، ماشي ديروا ناكري وتحطوا ومن بعد هيك هكذا وهكذا وهكذا فوالا. شويه كميه من الطليه شطت لي. شوفوا لي موتيف هذوما امنشفوا لي باسكو درتهم البارح فوالا. شوفوا في الغوص شحال جاو شابين. انا عطيتكم جميع الالوان، الزبونه حبت شغل تموديفي في الالوان هكذا، ونحطو في الكيسات. شوفوا البنات كاش جا المخبز ديالي. نكمل الحبات تاعي او ميم طون اكرامي تنقي في المخبز الهيكا، ونتلاقاو في طبق التقديم. هذا هو البنات الشكل النهائي تاع المخبز بنوات كوكو بديكور باقة الورد. شوفوا البنات كاش جا، ان شاء الله يكون عجبكم وتبعتوا جميع الخطوات. حبيت نوصلكم اسهل وانجح طريقه نواد كوكو، ما يخفلكمش المخبز تاع نواد كوكو صعيب بزاف باسكو فيه ديزاستوس. نتبعوهم باش يخرج لنا شباب، تجريه يروح لك، تخليه ناشف يروح لك فوالا. عطيتكم جميع الخطوات وجميع اسرار الورشات البنات. انا نقول لكم كي نقول لكم ورشه مجانيه، يعني حنعطيكم وصفه اصليه تاع الورشات بكل مصداقيه تجي حتى لبيتكم مجانا عليكم. دعاوي الخير هذا مكان. شوفوا البنات كيفاش جاوا الالوان. انا موديفيت في الالوان وانتم لكم الاختيار. تقدروا توسو طلبية كامل غاز، توسو غوج. صراحة انا عجبني هدايا فوالا. شوفوا فيه وسيت لي كولور كامل في لي فلور فوالا. شوفوا لو غوج تاني شحال شباب، جون تاني كذلك جون، كل واحد كيفاش يحب. الباقة بزاف شابة، ديكور في شباب. تقدروا ديروه تانيك البنات في الكفتة، تقدروا ديروه في صابلي برستيج نفس الطريقة فوق الشوكولا ديروه. نحل معكم البنات حبة باش تشوفوا القوام تاع المخبز نواد كوكو. يلا بسم الله نحلوا حبة تاع المخبز نواد كوكو. واحد الأخت لفا باسي قالت لي مين شيتي هاد ليزاسيات، بون شيتهم في باب الواد. عندي صافي 4 اللي شريتهم 25000 دوكا، مانيش عارفه 25000 واحد، مانيش عارفه دوكا شحال راهم يديروا. الوغ البنات ضحوا مازال ما نشفتليش، يعني نحيت الديكور تاع عجينه السكر. نحل شوفوا البنات الطليه تاعي كيفاش راهي طريه. شوفوا المخبز الله يبارك طري فوالا. شوفوا حتى الموس خرج لي، السكين خرج لي مشمخ. هذا هو المخبز تاع نواد كوكو البنات. شوفوا كاش معسل للقلب. الطليه شوفوا كاش راهي طريه حتى حيتفتت لي فوالا.
البنات اللي عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناه وبكم استمر. بالمناسبه البنات حليت الانستغرام في جالكم فوالا بارطاجيت البارح ستوري، يلا البنات حليتو في جالكم، يلا فرحوني وان شاء الله تصيبوا جديد. حليت تيك توك تاني في جالكم والحمد لله يا ربي تيك توك راهو يمشي الله يبارك، ان شاء الله الانستغرام وربي يحفظكم ليا ان شاء الله. وبزيان سعد صاحبه الطلبيه وربي يهنيها، انا شغل الطلبيه مازال ما كملتهاش برك، وسيت لكم نهايه الشكل. سلام البنات.